أسعد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنبدأها بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الإفطار، حتى يكون الطقس مستقر وصافي 17 درجة مئوية، الملموسة 15، الرطوبة 66%، أما سرعة الرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلة السرعة. انتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة ليوم الخميس، إربد 21 إلى 12، المفرق 24 إلى 12، جرش 22 إلى 12، عجلون 20 إلى 10، مع طقس مستقر في عموم تلك المناطق. نفس الشيء في المنطقة الوسطى، البلقاء 23 إلى 12، الزرقاء 24 إلى 14، عمان 20 إلى 12، مأدبة 23 إلى 11، البحر الميت 29 إلى 18. المنطقة الجنوبية، الكرك 19 إلى 11، طفيلة 20 إلى 11، معان 25 إلى 14، الشبك 18 إلى 11، العقبة 29 إلى 18. أما بالنسبة للمنطقة الشرقية، أرويشة 28 إلى 15، الصفاوي 28 إلى 14، الأزرق 29 إلى 14. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.